جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل يجوز أن يصلي بالناس يوم الجمعة شخص آخر غير خطيب الجمعة، وما الدليل من السنة؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بذلك أن يتولى الخطبة شخص وأن يتولى الصلاة شخص آخر، ولكن الأفضل أن يتولاهما شخص واحد، أن يتولى الخطبة والصلاة شخص واحد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك خلفاء الراشدون. لكن إذا حصل أن أما الناس غير الذي خطب، هذا أمر جائز لأنه لا دليل على المنع. بارك الله فيكم.